بسم الله الرحمن الرحيم. جمال القلب بقلم محمد جعفر رسول الله. كانت حوراء فتاة وحيدة، لم تكن وحيدة بمعنى الكلمة المتعارف عليها عادة، بل كانت الفتاة الوحيدة التي ترتدي حجابا في صفها. لم تكن حوراء قد بلغت 11 ربيعا بعد، كانت في 10 من عمرها، وتحديات الحياة كانت أكبر منها بكثير. كانت حوراء تعيش مع والديها وأختها وأخيها الأصغر منها، فكان والدها عاملا بسيطا في مؤسسة كهرباء لبنان. والدتها كانت تنظف المنازل والمحلات بعد الظهر، ولهذا كانت حوراء تذهب إلى المدرسة كل صباح من 7 صباحا حتى 2 بعد الظهر. وحين تصل إلى المنزل عليها الاهتمام بأختها فاطمة وأخيها عمار، بينما تذهب أمها للعمل ويذهب والدها لوظيفته الأخرى يسقي الحدائق لأثرياء القرية من أجل تأمين قوت الحياة. ولهذا كانت حوراء طفلة لديها أحلام كثيرة، أحلام أطفال وكبار، ولكن لم يتسع لها الوقت أبدا التلعب مع الأطفال في مثل سنها. كانت تتعرض كثيرا للشتيمة وللسخرية بفتيات القرية، أي إنها لم تكن في قرية ملتزمة دينيا بأي شكل من الأشكال. فكان بعض الأولاد يسخرون من حجابها، فيقول الأول لها: لما تغطين جسمك المتسخ بهذه الرقعة البيضاء النظيفة؟ وكان يقول الآخرون: هل في رأسك أمل أم سيباد حتى تغطيها بهذا الحجاب؟ كانت حوراء تشعر بالتعب وكانت تشعر بالحزن، لما كان عليها أن تواجه كل هذه المصاعب وكل هذه الآلام. فكرت كثيرا: هل يجب علي أن أتصرف كالفتيات الأخريات؟ هل يجب علي أن أنزع حجابي وأن أظهر شعري وفتنتي للناس؟ كلا، لم تكن حوراء لتفعل هذا. كانت حوراء أذكى من هذا، أذكى من هذا بكثير. والحقيقة أن والدي حوراء لم يكونا ملتزمان إلى هذه الدرجة، بل كانا متهمكين دائما في العمل وفي المشاكل العائلية والمنزلية هنا وهناك. ولذا حين وضعت حوراء رأسها على الوسادة في 10 من مساء ذلك اليوم، كانت تشعر بالضيق، بضيق شديد لا يتخيله إنسان. فكيف وهي حوراء في 10 من عمرها فقط، 18 أشهر؟ كانت تفكر لما عليها أن تقاسي مع الحياة، هي طفلة ولكنها لم تكن تحيا كالأطفال. هي طفلة ولكن الأطفال كانوا يسخرون منها، فقط لأنها ترتدي هذا الحجاب، فقط لأنها آمنت بدينها، فقط لأنها تصرفت بقناعاتها. فلماذا؟ ثم طرأ على بالها آية كريمة سمعتها لطالما سمعتها: ألا أنه بذكر الله تطمئن القلوب. ماذا تعني هذه الآية؟ فكرت، ولم يحتاج الأمر إلى الكثير من التفكير. قفزت من سريرها وذهبت إلى غرفة الصالون. كان القرآن الكريم ملقا مهملا على الطاولة إلى جانب التلفاز، فأخذته بين يديها وذهبت إلى غرفتها. مسحت الغبار عن القرآن الكريم بمنديلها النظيف جدا، ثم فتحته وبدأت تقرأ. وسبحان الله، فالآية الكريمة ظهرت أمامها: بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. توقفت حواء عند هذه الآية. كانت تعرف جيدا أن كل مؤمن متعلم هو أصعب على إبليس والشيطان بكثير من المؤمنين الجاهلين أو من المسلمين الجاهلين الغير متعلمين. فبدأت تتفكر ماذا تعني هذه الآية، ولما حين فتحت هذا الكتاب المقدس، هذا الكتاب الكريم، أول ما رأته كان هذه الآية من سورة الفرقان. كانت تتفكر وتتفكر وتتفكر،
كادت الساعة قد تخطفت منتصف الليل، ولكن حينما استيقظت كادت الساعة قد تجاوزت السابعة صباحا. كادت قد تأخرت على المدرسة قليلا، فقفزت وضعت ملابسها عليها وركضت إلى المدرسة. كادت متأخرة قليلا. وفي المدرسة وكالعادة نظر إليها أحد التلامذة وقال: ها 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 حوراء، ما زلت تضعين هذه الرقعة البيضاء على رأسك؟ ألا يمكنني أن أنزعها قليلا لكي أرى شعرك القذر المتسخ؟ فنظرت إلي حوراء لمدة ثانية أو أقل، ثم تابعت المسير. لم تظهر أي انزعاج، لم تظهر أي شيء. كادت تشعر بالسعادة، بسعادة تغمر قلبها تفوق أي ما شيء. كادت تكاد أن تطير، فتصدم. صدم ذلك الولد. ماذا يجري في هذا العالم؟ حوراء لم ترد علي، حوراء لم تغضب، حوراء أنا أسخر منها وأهددها فلا ترد. ما الذي جرى؟ فرقد ولدا آخر، لم يكن هذا الولد سوى حسين، أحد الأولاد الغير مؤدبين في القرية. ها ها حوراء، ما الأمر اليوم؟ تبدين سعيدة للغاية. فلم ترد حوراء، وفكرت في رأسها وأعرض عن الجاهلين. فتابع حسين: ما الذي تفعلينه هنا؟ هذه المدرسة ليست مكانا لك، أنتم الجهل، عليكم الجلوس في المنزل. فنظرت حوراء إلى السماء ثم إلى الأرض وتابعت المسير. لم تفكر حتى في كل أو أي ما قاله لها. ولما تفعل؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هودا وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما. فقالت في فكرها سلاما. وماذا عساها تقول؟ جلست إلى مقعد الدراسة، كادت تجلس في الصف الثالث إلى الجانب الأيسر من الصف. خاطبتها رشا وهي فتاة في مثل سنها، لكنها لم تكن ترتدي الحجاب. لم تكن رشا فتاة حقيرة أو لئيمة، ولكنها لم تكن متدينة ولم تكن لطيفة إلى حد كبير. لما لا تردين على هؤلاء الأولاد؟ قالت رشا. ولما أردت؟ لما تردين؟ إنهم يستهزئون بك. عليك فعل شيء من اثنين: أو أن تنزعي هذا الحجاب القذر عن رأسك، أو أن تردي وتقنعيهم كما اقتنعتي. لكنهم لا يريدون الاقتناع، لكنهم لا يسألوني. حين أسأل أجيب، ولكن حين يسخر مني الناس فأنا أعرض عن الجاهلين وأقول سلاما. هذا كلام أكبر بك بكثير يا حوراء، ما الذي جرى؟ أكبر مني؟ كلا، هذا كلام الله عز وجل، هذا ما يقوله القرآن الكريم. ولكن أجيبي لي أنا، لما ترتدين الحجاب؟ أنا أود أن أعرف. إنك تقاسين الكثير من ورائه، فلما لا تنزعينه؟ أنزعه؟ وهل تودين القول أنك تعانين أقل مما أعاني؟ بالطبع، فالأولاد لا يسخرون مني، بل جميعهم يتحدثون إلي، جميعهم يحبونني. حقا؟ أو تظنين هذا حقا؟ نظرت إليها رشا نظرة متسائلة. ماذا تعني؟ حين تودين الصدق مع نفسك، حين تكونين صادقة مع نفسك، سوف أجيبك. ولكن حتى ذلك الحين تذكري بضع كلمات أقولها لك: الجمال الحقيقي هو جمال القلب، وحين يرى الناس جمال الجسد لا يستطيعون أن يروا جمال القلب. وجمال الإنسان في قلبه، في إيمانه، في أخلاقه، في خلقه، وليس في جسده. ماذا؟ قالت رشا، ولكنها كانت تتفكر. فحقا لم تكن هي سعيدة. هل كانت سعيدة؟ لا، لم تكن سعيدة أبدا. كادت تعلم جيدا أن الأولاد لم يكونوا يحبونها، بل كانوا يحادثون من يجاريهم الحديث، ولكنهم لم يحترموها يوما، لم يقدروها يوما، لم يسأل أحدهم يوما عن وضعها في المنزل، أو وضعها في الحياة، أو وضعها في الصف.
لطالما بكت فلم ينظر إليها أحدا سوى حوراء. لماذا؟ كانت حوراء قد اتخذت قرارا صارما بعدم الرد على كل من يشتم وعلى كل من يسخر وعلى كل من يستهزئ. وهكذا يوم بعد يوم كان الأولاد يسخرون، وكانت حوراء لا تعتني بهم فلا ترد ولا تنظر يمنة أو يسارا. وهكذا بدأ الأطفال والأولاد والتلامذة الذين كانوا يسخرون منها يشعرون وكأنما زرعهم لم تعد تأتي أكلها، وكأنما كانوا يزرعون الحسد والحقد والسخرية آمنين برؤية وجه حوراء الغاضب الحزين المنفعل ويسمعون كلامها الحزين أو الجارح. وهكذا حين لم تعد حوراء ترد عليهم بدأت هذه الزرع تأكل قلوبهم فيتضايقون وكأنما يواجهون الفشل، نعم الفشل في إثارة حوراء. وهكذا باتت حوراء لغز في مدرستها بل ولغز في قريتها. لما لا ترد؟ لما لا تفعل؟ لما لا تحسن؟ لما يبدو عليها لما تبدو عليها السعادة الغامرة في كل يوم؟ حتى أتاها الأستاذ سمير في يوم من الأيام في الصف فخطبها قائلا: حوراء، نعم، ما هو طموحك للمستقبل؟ طموحي أنا؟ نعم أنت. ماذا تعني؟ ماذا تودين أن تصبحين حينما تكبرين؟ ماذا أود أن أصبح؟ أريد أن أصبح أمة صالحة لخمسة ستة أو سبعة أولاد. ماذا؟ نعم، وماذا في ذلك؟ لا، أنا أقصد ماذا تودين أن تصبحي حينما تكبرين؟ أعني جامعيا، هل تودين أن تذهب إلى الجامعة؟ هذا ربما لا أدري. لماذا؟ ماذا تعني؟ لماذا تسأل؟ لماذا تسألني أنا دون غيري من التلامذة؟ لأنك لا تتصرف فينا كالأطفال. كم عمرك يا حوراء؟ أنا في الحادي عشر. كانت قد بلغت الحادي عشر منذ شهرين فقط. ولكن هل تودين الذهاب إلى الجامعة حين تكبرين؟ ربما، ولكن هذا ثانوي. ماذا تعنين؟ أقصد أني لست أدانية. فطموحي الأول هو أن أربي أجيالا صاعدة على دين الإسلام، على دين الحق. أود أن أربي أولادي على حب الله عز وجل، على حب الإسلام، على رعاية الإسلام، على رعاية الأسرة، على عبادة الله عز وجل. ها؟ ماذا تقولين؟ ولكن ألا تودين الذهاب إلى الجامعة؟ ربما أصبح معلمة أو حوزوية أو طبيبة أو أي شيء، ولكن لن أكون أنانية أبدا. فالأنانية هي سم العائلة وسم المجتمع وسم الدين، بل إنها الأنانية هي قاتلة المجتمع. حوراء، كم عمرك مجددا؟ أنا في الحادي عشر. ولكن هذا كلام أكبر منك بكثير. ربما، ولكني أتلو القرآن في كل ليلة وأنا أحاول فهم روح الإسلام. ماذا؟ نعم، انظر إلى الأسرة في قريتنا هذه. ألا ترى أن الأسرة مفككة متفككة؟ ألا ترى المشاكل التي يواجهها الناس شتى؟ حوراء، هل يتحدث والديك عن هذه الأشياء في البيت؟ الحقيقة أني بالكاد أرى والدي، فوالدي في العمل طوال النهار، وكذلك الأمر بالنسبة لوالدتي. أنا أهتم بإخوتي الصغار حقا. نعم، ولكن طموحاتك أكبر منك بكثير. ربما، ولكن أنا لست أدانية. لقد قال لنا الإسلام أن مصلحة المجتمع أولا، مصلحة الإسلام أولا. فمن أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وأنا أحب الإسلام، أنا أحب الله عز وجل الذي أرشدني إلى طريق الحق، ففهمت
أن الجمال الحقيقي هو جمال القلب وليس جمال الجسد. وهكذا لبست حجابي هذا لأني وددت لجميع التلامذة بل وجميع الناس أن يروا خلقي، أن يروا جمال قلبي، فلا يلتفتون إلى جمال جسدي. فالجمال الأزلي هو جمال القلب، جمال الدين، جمال الروح. أما جمال الجسد فهو فان. تمت بحمد الله.